سميتي فاطمة من مدينة فاس، أم طفلة مسكينة في دوا. الله يجزيكم بخير، هاد البنيتة مسكينة خلقت لي هكا الإعاقة الكاملة، ما كتحركش وما كتاكل بيديها، ما كت يعني ما كتقلب راسها، ما كتهز يديها، يعني لك لا تحت شي حاجة، خصني أنا نكون حداها دائما. المهم أنا هي السند ديالها، أنا هي النصف ديالها كله، أنا هي البنت، أنا كنعيش مني جوج، مني أنا مني البنتي. هادي دابا قول 15 عام خلقت لي هكا، لي الحمد انا فرحانه ببنتي، الاعاقه ديالها فرحانه بها، وربي الحبيب يعني قصدني وعطاها لي، اللهم لك الحمد، ما قنطاناش منها. الطبيب كنديها خويا من نهار اللي خلقته انا في الطبيب، عمرني ما جلست بها شي نهار، عييت وتهديت ونهاريت، وكنجي للدار هي كنبكي، ما عرفو في الاول كنت عارفه صافي فرحانه بالاعاقه، كيقولوا لي عندها الاعاقه الكامله غادي تبعي لها الترويض وصافي، وخصها غير كروسه خاصه كدير المهم شي مليون ونص في البارات، لان هي ما كتجلس لا راسها لا يديها، دايره بحال شي شريويطه، يعني خصها كروسه تقبطها كلها. كنت عارفه شنو عندها. دابا في هاد التالي تزاد لها واحد النعواج في الورك والضلعه، بحال اللي رجيله نقصات لها والعظم خرج لها، داك العظم الرجيله اللي نقصات لها خرجت لها في الورك. فاش خرجت لها دابا حتى ليكوش ملي كنجي نحلها ما كنقدرش نبدلها ليكوش، لان كتقول لك ما تحلوليش هاد الرجل ما تقيسوهاليش، وتضليعه هكاك. المهم الحريق كنباتوا معاها في الحريق الليل كامل، ما كننعسوش، كتبات مسكينه تبكي، وكنديها للطبه، ما خليت حتى طبيب، كنتقطع ونتسلف ونتكلف ونمشي ندق البيبان والعائله ونرغبهم، انا مزوقه فدوا كتقطع، عتقوني اللي عنده شي حاجه يعتقني بيها راه فدوا كتقطع. المهم ما خليت ما درت على هاد البنيته. الطبه كيقولوا لي بحال اللي ما عرفوش ما يديروا لها، حارو كيقولوا لي ما عرفناش هاد الحاله هادي كيفاش، كيبقاو يشوفوا فيها في الاخر ما كيعطيوني حتى شي امل. صافي كنولي نجي للدار كنهار كنبقى كنشوف فيها هكا مسكينه كتقطع، وانا كنتقطع قبالتها، باها حتى هو مسكين نهار معاها ما عرفت ما ندير. المصاريف ضروريين عندها، الدواء بعدا ديال العصيم ضروري، هذا ما خصوش يخطاها السيرو، والدواء الاخر والدواء ديال الحريق درجيله ضروري، هذا ما خصوش يخطاها، وليكوش والحليب ودانون وداكشي، عايشه غير بالسوائل مسكينه، ما كتمضغ ما حتى شي حاجه، كندير هذاكشي غير بالشوكه، وخصها حاليا كروسه خاصه ما عنديش، لان في الاول كنت كنحلها رجلاتها ونحملها في ظهري، دابا ما بقيتش كنحلها، ما بقاتش تبغي تحلي رجليها، رجلاتها صافي هكا تعقدوا ما كتخلينيش نحملها في ظهري، يدي كنهزها ثقيله عليا. ايوا والمصاريف ديالها ما كيتحدوش، لان مسكينه اللي البلاصه اللي رموني ليها خصني نمشي نتقاتل في النص ديال الليل، بعد شي مره كيشدها الحريق كنضطر نهزها ونمشي. باها مسكين غير الصنيعه، وداك الصنيعه ماتت كاع في خطره هذا العام، هذا البرد كله هو جالس، يعني المصيرف هكا غير ربي الحبيب، وانا بغيت نخرج نخدم، ولكن كي غندير الا خطيتها دقيقه واحده ممكن تمشي فيها، كيشدها الكريز بعد شي مره بثلاثه السوايع ما يمكنليش نحيد محداها، خصني نبقى هزه الطاسه وكنتسناها هزها هكا وحللها فمها باش ما تعطش على الحيمات ديال حنكها، وكنتسنى داك الكريز يطلقها. عندي دراري اخرين مساكن حتى هما تعقدوا، جوج وليدات اخرين حتى هما تعقدوا معاها، لان الوليد كيجي عندي يا ماما حتى انا ديري لي يا ماما، بعد شي مره كيعيط لي غير شي حد من الزنقه، خصني نطلع عليه من السرجم هزه في دوا ما يمكنليش نوض. انا خويا كنجي مثلا نخرجها عندي الرابعه، كيف ما قلت لك الدروج ما بقاش يمكن لي نحلها رجيلاتها، كنخرجها غير في يديها هكا قسما بالله، الا بعد شي مره منين كنخرجها للطبيب ونتم طالعه بها، الا كنطيح حدا الجيران انا وياها، لاننا دايره ثلاثه العمليات ما كنقدرش نهز الثقل، وكنهزها هكا ونطيح حدا الجيران، والعرق هكا كيشدني صافي، كنبقى نتمنى غير الموت داك الساعات انا وياها، وما نبقاش هزه داك الثقل وداك المعاناه بوحديتي، كنحس براسي صافي تسدو جميع البيبان في وجهي، عندي غير الله الحبيب هو اللي كيشوف فيا، اللي مصبرني هو، كنقول الله الحبيب قصدني اللهم لك الحمد. ما عرفتش
بحال اللي كنوصل صافي لاخر لحظه وكنولي نقول يا سيدي يا ربي يا الحبيبي يا العزيز يا العلي الا كانت من عندك لك الحمد ولا كانت من عند العبد يا ربي الحبيبي الا ما دير لي شي تاويل الخير. وبين لي ربي الحبيب في المنام بان ربي الحبيب العزيز العلي يعني عطاها لي معجزه من عنده اللهم لك الحمد. وصبرني مسكينه انها كتفهم وكتعرف كل شيء وكتحس بكل شيء انسانه عاديه يعني اللي ناقصها هي صحيحه. في الاخر قلت صافي والله تنشارك الناس الحاله ديالي يعني كاع اللي ما عاونيش يعاوني بكلمه طيبه غيفاجع ليا لان نهاري كنبقى غير نبكي جاني الاكتئاب ما عرفت ما ندير. قلت نشارك الناس الحاله ديالي على الله ربي الحبيب يطيحني في شي قلب حنين ولو بكلمه طيبه الله يجعل ربي يكرمهم بكلمه طيبه يفاجعوا عليا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.